جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اتفق أهل حي من الأحياء أو اتفق أهل قرية من القرى على دفع دية المقتول خطأ في حوادث السيارات مثلا شيخ سادة، هل هذا جائز أو توجهون إلى شيء آخر؟ إذا اتفقوا على ذلك من باب التعاون نعم فلا بأس به، التعاون جائز بين المسلمين، تعاونوا على البر والتقوى، فإن لم يتفقوا فإن الحكم يرجع إلى العاقلة.